السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم حسنى ديجا. هاد الايام بنات كنشوفوا بزاف ديال نزلات البرد والكحه والسخانه، يعني الله يشافي الجميع يا ربي. جبت لكم هاد الوصفه، فهي وصفه قديمه ومعروفه، فيها ثلاثه المكونات ساهلين، فيها الحامض وسكينجبير الزنجبيل والقرنفل المسمار. فبنات من الاحسن اي وصفه بغينا نديروها فكناخذوا الماء المعدني. انا استعملت هنا الماء المعدني اي ما كنبغيوه، نبعدوا شويه على داك الماء الروبيني فيه بزاف المشاكل. كنقطعوا بنات الحامضه، ما كنديروهاش كامله، غير نص ديالها كنقطعوها. بغينا نديروها دواور، بغينا نديروها قطع، حيت عندي الفم ديال القرعه صغير فدرت على هاد الشكل هذا. كنقطعوها بنات وكنديروها في هذيك القرعه ديال الماء، الماء معدني، وغادي نقشروا هذيك السكينجبير حتى هوايا، نغسلوه مزيان بطبيعه الحال ونقشروه. هذوك القشور ديالو نخليوهم ما نستغناوش عليهم، نديروهم في الثلاجه حتى نبغيوهم وقت الاستعمال. وغنقطعوه كذلك هو بالدور ديالو، ديروا غير شويه شويه ما نكتروش، لان المعده وهذا ما تستحملش هذا الشيء. فهاد المشروب بنات مشروب سحري زوين بزاف بالنسبه للكرش، اللي بغات تحيد الكرش غير ما نكتروش فيه وصافي. فكنشربوا كاس في الصباح ملي نفيقوا من النعاس، وكنخليوه النهار كله، يعني فين ما نحسوا بالعطش كنشربوا هذا الماء من الاحسن. والغد ليه ثاني كنعاودوا الوصفه. كذلك غنزيدوا شويه القرنفل على حساب 7 الحبات او 8 الحبات، حتى هما غادي نزيدوهم بنات. فهاد الايام صراحه الله كلشي كيكحب، كلشي كيعطس، كلشي الله ينزل العفو من عنده يا ربي، والله يبعد علينا هاد الوباء. يعني صراحه الله هاد الايام جات صعيبه. كيف كتشوفوا بنات، هدا الزنجبيل سكينجبير كنقطعو، كنخليو دوك القشور ديالو نديروهم في الفريكو، نخليوهم نغسلو به الدجاج، نحكوه في شي حسوة مثلا. فبنات كذلك ناخدو الشعير، ناخدو داك الشعير الرقيق حتى هو نديروه حسوة، نديرو فيه الأعشاب، زعيطرة، الحبة السوداء، عطا الله ما نديرو. هذا القرنفل البنات كيف كتشوفوا، درت هذه الكميه هذه قرنفل. على فكره بنات فهو مفيد جدا للالم الاسنان، اللثه، كيخلي ريحه زوينه في الفم. فناخذوه مره مره، كذلك نطحنوه ونديروه على الراس ديالنا بالنسبه للشقيقه. فانا من الناس اللي بعد باني الشقيقه فلقيت عليه راحتي الحمد لله. كذلك نديروه في الحمام، نحطوه في شي طويصه ولا نديروه في شي شبيكه ونعلقوه، طبيعة الحال نطحنوه من الاحسن باش يعطي الريحه. كيف كتشوفوا البنات هذا هو المشروب، وهذا زوين صحي منعش، نشربوه نعطيه لوليداتنا، نعطيه لوالدينا، الناس اللي كنعرفوا. انا جربته، اي حاجه كنجربها بنات فكنحطها في القناه باش كلشي يستافد. كذلك واحد الوصفه اخرى شعبيه متداوله معروفه، وهي الشريحه والثومه وزيت العود. هادي انا مرقداها عندي شي عام، هادي يعني هادي لا تشربات فالحمد لله كتحس بالراحه. الشريحه كتشوفوا بنات كيفاش ولا اللون ديالها في الداخل ديالها، الثومه وزيت العود. ما قدرناش على ديك الثومه والشريحه فكناخذوا الزيت من الاحسن، عواشق في الصباح عواشق في الليل من بغاو نعسوا فنحسوا بالراحه. بنات هاد الاشياء الطبيعيه فهي مزيانه. فكنتمنى بنات الشفاء للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في عالم جديد من عالم حسنى. انتشاء الى اللقاء بنات.